السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. حيا النهاردة إحنا بنستعرض بعض الأسئلة اللي ممكن تكون محط امتحان للطلاب في جزئية الخاصة بالإنزيمز في مادة البايوكيمستري. دايما الطالب بعد ما يذاكر لازم يحتاج إن هو يدرب نفسه في عدد من الأسئلة اللي يكتشف بيها قدرته على تحصيل المعلومة. فالأسئلة بتبقى طبعا دايما متنوعة وأشكال مختلفة، لكن باختلاف شكل السؤال ممكن الأسئلة المهمة اللي تكون في جزئية الإنزيمز تستعرض أول حاجة الكلاسيفيكيشن بتاعت الإنزيمز. فممكن سؤال يقول لي how will you classify enzymes, give examples of each group. Accordingly, the International Union of Biochemistry and Molecular Biology, الإنزيمز بتتقسم إلى ستة كلاسز أساسيين، وأضافت ليهم مجموعة سبعة مؤخرا. فالكلاس ستة الأساسية هي الأوكسيدورودكتيزز، الترانسفريزز، الهيدروليزز، اللايزز، الأيزومريزز، واللايجيزز. محتاجين إن إحنا نعرف إيه هي الأوكسيدورودكتيزز. فهي الإنزيمز اللي بتدخل في عملية الأوكسيديشن وريدكشن للسبستريت، وأمثلتها كتير من ضمنها اللاكتيت ديهيدروجينيز إنزيم، والزنزين اوكسيديز، والالكوهول ديهيدروجينيز انزيم. المجموعه الثانيه اللي هي الترانسفريزز، ودي الانزيمات اللي مسؤوله عن عمليه الكاتاليسيز اللي بيحصل فيها ان في مجموعه بعينها بارتيكولار جروب من سبستريت هتتنقل للسبستريت الثاني. والامثله بتاعتها الاسبارتيت امينو ترانسفريز اللي هو الاي اس تي، والالانين امينو ترانسفريز اللي هي الاي تي. المجموعه اللي بعد كده الكلاس الهيدروليز. فالهيدروليزز هي الانزيمز اللي مسؤولة عن عملية الهيدروليسز للسبستريت، وأمثلتها الأمايليزز والبيبسين والتريبسين والجلوكوز 6 فوسفاتيز انزيم. بلس اللي بعد كده اللايزز، وهي الانزيمز اللي بتسهل عملية الريموفال لسمول موليكيول من لارج سبستريت، يعني تعمل بريك داون للبوند اللي ما بين الكربون والكربون على سبيل المثال، ومن ضمنها الفيوماريز والاي تي بي سيتريت لايز والاتش ام جي كو اي لايز انزيم. نيجي المجموعه اللي بعد كده اللي هي الايزومريزز، وديت الانزيمز اللي مسؤوله عن تحول السبستريت للايزومر بتاعه، عمليه الايزومريزيشن اوف سبستريتس، ومن ضمنها الفوسفو هيكسوز ايزومريز كمثال. نيجي للمجموعه السادسه وهي اللايجيزز، والمجموعه اللايجيزز دي مسؤوله عن جوينينج توجذر تو سبستريت، يعني تعمل يونايت لتو كربون مع بعض. ومن الامثله بتاعتها الدي ان ايه لايجيز انزيم والجلوتاثيون سنسيتيز انزيم. ممكن نختصرهم بحروف سته، وهي الاو تي اتش ال اي ال دي تو ريمبر. ممكن نسالنا سؤال مهم جدا، واتس مينت باي كي ام فاليو اور ميكائيليس كونستانت. ميكاليس كونستانت بيساوي السبستريت كونسنتريشن ات ويتش از ذا فيلوسيتي اوف رياكشن از هاف ذا ماكسيمم. ده الديفينيشن بتاع الكي ام. الكي ام ليه ايكويشن، والايكويشن ديت واحده من الايكويشنز الخاصه بالكاينتكس اوف انزيم. فلو سالنا وات از ميكاليس مينتن ايكويشن، نقول ديت واحده من الكاينتكس اوف انزيم سبستريت رياكشن، واكسبريسد في صوره ان الانيشال فيلوسيتي بتساوي الفي ماكس مالتبلايد باي السبستريت كونسنتريشن اوفر السبستريت كونسنتريشن مجموع على الميكائيليس كونستانت. لو جينا نتكلم على اهميه الكي ام، ده سؤال مهم للغايه، فممكن يسال حضرتك explain the importance of كي ام in enzyme actions. كي ام value indicate the efficiency of binding of enzyme with a substrate عشان يكون الانزيم سبستريت كومبلكس. يبقى هي دي مؤشر من المؤشرات على ان الانزيم مسك مع السبستريت، وبالتالي ده بيعبر لنا عن الافينيتي. واذا كان الانزيم ليه لو كي ام فاليو، فبالتالي دوت بيعبر على ان الفي ماكس السرعه القصوى بتاعه التفاعل الكاتالايز بهذا الانزيم ريتشد ايفن with such low concentration. وده بيعبر على ان في الحاله ديت كل ما هيزيد تركيز السبستريت معناه ان الافينيتي تقل بتاعت الانزيم. يبقى الماكسيمم انزيم سبستريت كومبلكس يتكون
في هذه الحالة، ويبقى الإنزيم في حالة اللو كي ام هيكون الأفينيتي بتاعته فيري هاي. لو إنزيم هاز هاي كي ام للسبستريت ده هيحتاج سبستريت كونسنتريشن أعلى عشان يمسك معاه، وبالتالي يتكون كمية قليلة من الإنزيم سبستريت كومبلكس. ودوت مثال واضح جدا بالنسبة لنا على نوعين من الإنزيمات اللي بتشتغل على الجلوكوز. عندنا إنزيم الهيكسوكاينيز إنزيم وإنزيم الجلوكوكاينيز. الهيكسوكاينيز إنزيم أوف لو كي إم، وايل الجلوكوكاينيز أوف هاي كي إم، وده بيبقى مسؤول عن عملية الريجوليشن للبلاد جلوكوز ليفل. يجي يسألك سؤال يقول لك اكسبلين فيشر لوكي فور تمبلت موديل اوف انزيم سبستريت كومبلكس فورميشن. حقيقة ان ايميل فيشر بروبوزد ان الاكتيف سايت بتاع الانزيم بيكون ريجيد تمبلت فيت ويز ذا سايز اند شيب اوف سبستريت مولكيول، وبالتالي دوت يعني ان الشكل بتاع الاكتيف سايت ثابت ومش هيقدر يمسك فيه الا السبستريت اللي موست فيت لهذا الشكل. فالسبستريت فيتس انتو ذا اكتيف سايت اوف ذا انزيم، كما لو كان المفتاح بتاع القفل بيمسك في المكان الخاص بالقفل. وسميت هذه النظريه او الفرضيه بتاعت فيشر لوك اند كي موديل. النظريه الاخرى اللي بتفسر عمل الانزيم هي نظريه كوشلاندز اللي بنسميها الانديوسد فيد موديل. وممكن يسالني على نظريه كوشلاند تحديدا. فكوشلاند موديفايد لفيشرز كونسبت بان الشكل اذا كان ثابت وريجيد ولا يتغير، فده بينتج عنه ان يكون السبستريت اللي بيمسك مع الانزيم مفيش درجات من السبيسيفيستي، بقى في درجه واحده من السبيسيفيستي، ان كل انزيم ليه سبستريت ومش من الممكن يكون للانزيم اكتر من السبستريت. ودوت يعتبر فشل في نظريه فيشر في تفسير كتير جدا من الانزيماتيك اكتيفيتي للانزيمات. عشان كده اضاف كوشلاند الفلكسبيليتي اوف ذا ريجن اوف ذا اكتيف سايت، يعني مجرد ما بقى السبستريت هيبدا يمسك في الاكتيف سايت اللي هو مش ريجيد، ولكن بيبدا يحصل 3 دايمنشنال ستراكشر تشينجز في الانزيم، وبالتالي يحصل انزيم سبستريت كومبلكس. يبقى بالتالي اللي بيحصل في هذا الامر ان بيحصل بايندنج يلي اندكشن لكونفورميشنال تشينجز ان ذا اكتيف سايت اوف ذا انزيم، وبالتالي السبستريت يقدر يمسك في الانزيم. نيجي للنوع اللي بعد كده من الاسئله. الاسئله اللي بتبقى احنا دلوقتي بنغطي اسئله من الممكن ان هي تكون بتسال حضرتك فيها سواء في النظري او في الشفوي. ف لو سألنا سؤال وقلنا واتس انزيم انهبيشن، ان الكيميكال سابستنس تعمل ان اكتيفيشن للانزيماتيك اكتيفيتي. فالماده اللي تعمل ان اكتيفيشن للانزيماتيك اكتيفيتي بنسميها في الحاله ديت انهبيتورز، والبروسيس بتاعت الان اكتيفيشن للانزيم هي الانزيم انهبيشن. ممكن تتقسم لانواع مختلفه من ضمنها الريفرسيبل والريفرسيبل انهبيشن. لو جينا نتكلم على نوع من انواع الانزيم انهيبيشن، ممكن يقول لي عرف لي او اشرح لي واتس كومبيتيتيف انهيبيشن. الانهيبيتورز ككيميكال سبستنت للموليكولار ستراكشر بتاعه اللي بيتشابه فيه مع السبستريت، وبالتالي اذا اتوجد السبستريت واتوجد الانهيبيتور المتشابه معاه في الشكل، الاثنين هيكومبيتس على الاكتيف سايت بتاع الانزيم، وبالتالي يحصل انهيبيشن للانزيم اكشن. فاذا كان في عندي تشابه ما بين السبستريت والانهيبيتور، يبقى النوع دوت نسميه الكومبيتيتيف انهيبيشن. حقيقه بزياده التركيز بتاع السبستريت الخاص بالانزيم، فيبدا يحصل ديسبليسمنت او احلال للسبستريت محل الانهيبيتور اللي مسك في الاكتيف سايت، وبالتالي يبقى دوت نوع من انواع الريفرسيبل انهبيشن. طب تاثير دوت على الكاينتكس بتاعت الانزيمز ايه؟ في حاله الكومبيتيتيف انهبيشن الانزيم سبستريت والانزيم انهبيتور كومبلكسز الاثنين بيتكونوا، فبيحصل تراكم للسبستريت وينتج عنه زياده في الكي ام فاليو، يبقى الكي ام هتزيد في حاله الكومبيتيتيف انهبيشن
والفي ماكس مش هتتأثر، لأن في الحالة ديت سرعة الإنزيم نفسها ما اتغيرتش، مجرد ما يمسك في السبستريت هيقدر يكون البرودكت اللي بيكونه من غير ما تتأثر الفي ماكس. نيجي ناخد أمثلة للدراجز اللي تكون ليها علاقة ب الكومبيتيتيف انهبيشن. فممكن يقول لحضرتك mentions 3 examples of drugs which act by competitive inhibition in biological systems. وبتستخدم بصورة إكلينيكية بتتكتب من خلال الدكاترة. فعندنا في الألوبرينول، وده structure resembles للهايبوزنسين، وبالتالي compete على السبستريت للزنسين أوكستيز ويقلل اليوريك أسيد فورميشن. وفي الحالة ديت بيستخدم في علاج مرض النقرس الجاوت. نيجي للمثال التاني، عندنا الأنفيتامين والإيفيدرين، ودولت ليهم سيميلر ستراكشر للكاتيكولامينز، ويقدروا يعملوا كومبيتيتيف انهيبيشن مع انزيم المونو امين اوكسيديز الام اي او، وبالتالي يعمل برولونج للاكشن بتاع الامينز. ده مثال تاني. المثال التالت عندنا السلفونامايدز، دي كومبيت مع المرة امينو من زويك اسيد بي اي بي اي، ويقدر يعمل انهيبيشن للانزيماتيك اكتيفيتي، فبالتالي الفوليك اسيد ما يتكونش، والبكتيريا في الحاله ديت اللي هي محتاجه جدا الفوليك اسيد تقف عن الجروث والانقسام، ويبقى بالنسبه لي انتي بكتيريال دراج. نيجي للسؤال المهم اللي هو واتس نون كومبيتيتيف انهيبيشن. الحاله ديت الانهيبيتورز مش شبه خالص السبستريت، و not resemble structurally to substrate. ينتج عن كده ان السايت بتاع الاتاتشمنت بتاع السبستريت والانهبيتور بيكونوا مختلفين في الانزيم، مش بيبقى المكان اللي بيمسك فيه الانهبيتور هو المكان اللي بيتنافس فيه مع السبستريت على الاكتيف سايت. ففي الحاله ديت الانهبيتور ممكن يمسك بصوره ريفرسيبل للسايت، ده بنسميه الالوستريك سايت، ومش بيمسك في الاكتف سايت، فبالتالي الاكتف سايت افيلابل للسبستريت عشان يمسك. الانهيبيتور ممكن يمسك في انزيم ماسك في السبستريت بتاعه، يعني مكون انزيم سبستريت كومبلكس، او يمسك في انزيم لسه ما مسكش في سبستريت. ينتج عن كده ان انا في عندي اكتر من شكل، ممكن يكون عندي انزيم انهيبيتور او انزيم سبستريت او انزيم سبستريت انهيبيتور. فده بينتج عن كده ان لما الانهيبيتور يمسك في السبستريت هينتج عنه 3 dimensional structure changes نسميها conformational changes، فيعمل inactivation للكاتاليتيك اكتيفيتي بتاعت الانزيم فما يشتغلش. ولهذا الفي ماكس بتتأثر نتيجة الكونفورميشن تشينج، فالفي ماكس از لوور، ولكن الكي ام سكيبت، لان في الحالة ديت تركيز السبستريت مش هيتغير، لان في فرصة للسبستريت انه يمسك في الانزيم، فيبقى الكي ام سكيبت كونستانت بينما الفي ماكس از لوور. والحقيقة ان هذا النوع من الانهيبيشن ممكن يكون ريفرسيبل او ريفرسيبل على حسب الانهيبيتور بيمسك في السبستريت ويقدر يفك منه وما يحدث دامج لهذا السبستريت. ممكن يجي يسألني في صورة كومباريزون، قول لي الفرق ما بين الكومبيتيتيف انهيبيتورز والنون كومبيتيتيف انهيبيتورز. فيبقى الكومبيتيتيف انهيبيشنز هيكون فيها الانهيبيتور سيميلر للسبستريت في الاستراكشر، بينما النون كومبيتيتيف مفيش تشابه ما بين الاثنين، فيبقى في الحاله ديت الانهبيتور doesn't resemble in the structure للسبستريت. نيجي competitive inhibition دايما بتبقى reversible بمجرد زياده تركيز السبستريت، بينما النون competitive inhibition بتبقى reversible او irreversible على حسب الانهبيتور نفسه. الكومبيتيتيف انهبيشن الانهبيتور بيمسك في الاكتيف سايت، بينما في حالة النون كومبيتيتيف انهيبيشن بيبقى الانهبيتور بيمسك في الالوستريك سايت، وده يعتبر اذر سايت
other than the active site. التأثير على الكاينتيك عندنا في حالة الكومبتيتيف انهيبيشن الفي ماكس مش هتتغير بينما الكي ام هتزيد، والكومبلكس المتكون في الحالة ديت هو الانزيم انهيبيتور لكن ما يقدرش يبقى انزيم انهيبيتور مع انزيم سبستريت، فيبقى في الحالة ديت السبستريت لا يمسك لا الانهيبيتور يمسك فبيتكون لي انزيم انهيبيتور. بينما في النون كومبتيتيف انهيبيشن لو شفنا تأثير على الكاينتيك الفي ماكس هتقل لان دوت عمل كونفرميشن تشينج في الانزيم نتيجه ان الانهبيتور مسك في الاستريك سايت فغير لنا الشكل فحصل تاثير على قدره الانزيم انه يوصل للفي ماكس. بينما الكي ام انولترد مش اتغير خالص لان لسه في فرصه للسبستريت انه يمسك مع الانزيم سواء كان لم يجتمع مع الانهبيتور او مسك مع الانهبيتور، فالكومبلكسز اللي بتتكوني في الحاله ديت ممكن تبقى انزيم انهيبيتور او انزيم سبستريت انهيبيتور. نيجي نسال السؤال المنطقي، ايه هو الالوستريك انهيبيشن؟ ان الانهيبيتور يمسك في انزيم ات سايت اذر ذان ذا اكتيف سايت ان ديفرنت ريجون ان ذا انزيم. والحقيقه ان البايندنج بتاع الانهيبيتور للالوستريك سايت ده بينتج عنه تشينج في كونفورميشنال ستراكشر اللي هو 3 دايمنشنال ستراكشر اوف الانزيم in the active site. لو قال لك سؤال give a typical example of allosteric feedback inhibition، في عندنا السيتيدين تريفوسفيت ده بيتكون بسيريز من الانزيم رياكشن من الاسباردك اسيد والكربامويل فوسفيت. فالحقيقه ان السيتيدين تريفوسفيت يعتبر اند برودكت، الاند برودكت دوت بيبدا يعمل انهيبيشن لاول انزيم عندي في البروسيس بتاعت تكوينه وهي الاسبارتيت ترانس كاربامينيز انزيم ويوقف السي تي بي سينثيسيس. السؤال اللي بعد كده ممكن يتسال وات ار ميتال اكتيفيتد انزيمز؟ بعض الانزيمز بيكون الميتال فيها شوز وايزلي ديسوشيبل في الكومبلكس، الانزيمز دي بنسميها الميتال اكتيفيتد انزيمز. الميتال اكتيفيتد انزيمز الميتال ايون ممكن يحصل له دياليسيس بالدياليسيس باك ومن غير ما يأثر على الديناتوريشن للانزيم ويحصل انهيبيشن للانزيم نتيجة ان يفك الميتال من الانزيم. بينما والسؤال اللي بعد كده هو اللي هيفسر اكتر الميتال اكتيفيتد انزيمز وهو وات ار ميتالو انزيمز. الميتال ايون في الحالة دي بيكون باوند تايدلي للانزيم في الانتجرال بارت من الانزيم و نون ديسوشيتد ايفن افتر اكستنسيف ستيبس من عمليه البيوريفيكيشن. يبقى كده نقدر نفرق ما بين الميتال اكتيفيتد انزيمز وبين الميتالو انزيمز. واتس مينت باي اكتيفيشن اوف انزيمز؟ الانزيمز كان بي اكتيفيتد باي فرايتي اوف ميثود. اول حاجه الانورجانيك اكتيفيتورز زي الكالسيوم اكتيفيت انزيمز زي اللايبيز، magnesium activating ATP requiring enzyme، hydrogen ion activate للبيبسينوجين. في هذه الانزيمات الميتال بيمسك مع الانزيم وكذلك السبستريت يمسك مع الانزيم، فبقى في عندي انزيم سبستريت ميتال كومبلكس وده في الحقيقه بيأكتيفيت الانزيم. نيجي للنوع اللي بعد كده الاورجانيك اكتيفيتور زي الجلوتاثيون والسيستين، بيبقى في مجموعة الثيول. الثيول containing enzymes ديت في الحالة ديت تبقى مثال عندنا للأورجانيك أكتيفيتور. نيجي للألوستريك أكتيفيتور زي الأسيتايل كو إيه يعتبر أكتيفيتور للبيروفيت كاربوكسيليز إنزيم ودوت يعتبر في الحالة ديت بوزيتيف موديفاير. كذلك عندنا الإن أسيتايل جلوتاميت يعتبر اكتيفيتور للكربامويل فوسفيت سنسيتيز انزيم في بروسيس الخاصه باليوريا سنسيز. لما يجي نسال سؤال ونقول واتس مينت باي كوفالنت موديفيكيشن اوف انزيمز، بعض الانزيمات بتبقى سبجكتد لكوفالنت موديفيكيشن ناتجه عن البوست ترانسليشنال موديفيكيشنز زي ان في مجموعه الفوسفات تضاف بعملية الفوسفوريليشن أو تتشال بعملية الديفوسفوريليشن أو يحصل بروتوليتيك ليفج لجزء من الإنزيم عشان يبقى أكتيف، فدي كلها بالنسبة لنا
امثله على الكوفالنت موديفيكيشن اوف الانزيم، والحقيقه ان دي بتبقى مهمه للغايه علشان يحصل انزيم ريجوليشن. الحقيقه ان الفوسفوليز انزيم يعتبر مثال على هذا الامر، بيكون ان اكتيف هيباتيك انزيم، وهو واحد من الانزيمات طبعا المسؤوله عن الجلايكوجينولايسيس في الليفر، ويحصل له اكتيفيشن بعمليه الفوسفوريليشن وهي اضافه مجموعه الفوسفات على الانزيم. كذلك عندنا الجلايكوجين سينسيز انزيم بيحصل له دي فوسفوريليشن عشان يبدا يبقى اكتيف، ولذلك ليست قاعده اضافه الفوسفات تعمل اكتيفيشن او ازالته تعمل اكتيفيشن، ولكن بعض الانزيمات زي ما واضح قدامنا زي الفوسفوريليز انزيم بيحصل له اكتيفيشن بالفوسفوريليشن، بينما الجلايكوجين سينسيز انزيم الاكتيفيشن بيتم بعمليه الدي فوسفوريليشن. في عندنا انزيم زي الفوسفوريليز انزيم اللي موجود في العضلات، ده بيحصل له بروتوليتيك كليفج علشان يكون لي الان اكتيف انزيم. سؤال مهم للغايه وهو سؤال عن السبيسيفيسيتي، وات از انزيم سبيسيفيسيتي، وطبعا كلما عضضت الاجابه بامثله كل ما يكون افضل بكتير. عندنا انواع كتيره من الانزيم سبيسيفيسيتي، الحقيقه ان في عندنا 6 انواع اساسيه من الانزيم سبيسيفيسيتي، لكن هنتكلم دلوقتي على 3 مجموعات من ضمنها السبستريت سبيسيفيسيتي واوبتيكال سبيسيفيسيتي والجروب سبيسيفيسيتي. من الاسئله برضو اللي بتبقى شويه ما بين التفاصيل اللي يجيب لي نوع معين من الانزيمات ويكلمني عنه ويقول لي وات ار رايبوزايمز. الحقيقه ان الرايبوزايمز هي انزيمز كاتالايز الهيدروليسيس اوف فوسفيت دايستر بوند اللي في الار ان ايه، وعشان كده اتسمت رايبوزايمز، وليها دور مهم للغايه في الانترون سبلايسنج وازاله الاجزاء اللي هينتج عنها بوست ترانسكريبشن موديفيكيشن عشان يكون الماسنجر ار ان ايه تحول من البريماتيور ار ان ايه الى الماتيور ماسنجر ار ان ايه. سؤال مهم جدا، وات انزيم اندكشن؟ الحقيقه ان تركيز ميتابولايت معين في الخليه بيأثر على الاكتيفيتي بتاعت الانزيم، وفي الحاله ديت الميتابولايت ده بيدخل في الميتابوليزم والسينسز والاكتيفيشن والاندكشن للانزيم علشان يشتغل. ففي الحاله ديت احنا بنعتبر الانزيم اندكشن ان واحد من الميتابولايتس اللي بيأفكت على الاكتيفيتي بتاعت الانزيم ياثر عليه بانه يحصل له جين اكسبريشن علشان يتكون، فده بنسميها الانزيم اندكشن. من الأسئلة المهمة، إيه هو الفيدباك انهبيشن؟ من الممكن يكون عندي أكتر من خطوة في عملية حيوية، فكل خطوة من هذه الخطوات بيحصل لها كاتاليسيس بإنزيم. ممكن على سبيل المثال هنا عندنا 3 انزيم بيؤدوا إلى الإند برودكت بتاع البايوكيميكال بروسيس، فوجود الإند برودكت دوت بيبدأ يأثر على الإنزيم الأول في البروسيس ويوقف هذه العمليه، ويعتبر في هذه الحاله البرودكت في حد ذاته انهبيتورز، وده مثال على الفيدباك انهبيشن. بشكر حضراتكم جميعا واتمنى التوفيق والنجاح الدائم ليكم، ونشوفكم دايما على خير.